فين الهمه يا رجاله فيكم؟ يلا يا رجاله شد حيلكم، يلا يا اخوان. انت وهو بقى يلا كمان همكم معايا. ايه يلا يلا زقوا شويه. بالشكل ده مش هنوصل ابدا، ده انتوا حاجه شرق خالص. ايه ده بقى بالذمه ده كلام؟ اول ما ركبنا شربت شاي، ومره تركب الاستبن وقاعدين يزقك، وهنزقك لغايه فين؟ لغايه مصر ان شاء الله ولا ايه؟ يا سلام على بني ادم، ما حدش يحمد ربنا ابدا. والله احنا نظرنا كده مستعجله، دور على عربيه تاني. طبعا ما انت قابض اجرتك مقدما. اتفضلي ادي فلوسك اهي، وادي شنطتك كمان، وريني بقى هتوصلي ازاي. طيب على مين برضو حوصل قبل منك. عربية ميري وما اقدرش، انت عايزه توديني في داهيه؟ في ايه يا محمود؟ حضرتك مين؟ يا فندم عايزه تنزل مصر. استنى انت. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير. انا عايزه انزل معاكم مصر. وانا اسف جدا. ليه؟ لان ممنوع نركب معانا مدنيين في عربيات الجيش. ممنوع؟ اللوائح كده. بقى بذمتك يا كابتن يرضيك تسيب واحدة ست واقفة في الهو ده كله لوحدها؟ وانت يرضيك يعني يا استهانم ان انا اخد جزء من تحت راسك؟ الجيش اوامر وبس، واحنا لازم ننفذ الاوامر. انا متأسف اوي. يعني مفيش فايدة؟ مفيش فايدة. شوف بقى. ها الله. طب وايه ذوق بس؟ طب هاتي ايدك يا ستي، جزء اتفضلي يا كابتن. ايوه الشنطة بتاعتي. هات الشنطة يا محمود واطلع بينا. عمرك ما شفت بنات قبل كده؟ شفت كتير، لكن بالحلاوة دي ما شفتش. ميرسي. حضرتك طالبة في الجامعة؟ لا. تبقى لسه في ثانوي؟ معقولة؟ ايه هي فزورة ولا ايه؟ لا انا اصلي بشتغل. بتشتغل فين؟ في فرقة فنون شعبية للرقص. انت رقصة؟ ايوه. تعرفي انا طول عمري نفسي اقابل رقصة، ده انا بحب الرقص الشعبي قوي. لو كنت متضايقه ارجع مكاني تاني. لا ابدا، بس انت كده بوظت اللوايح خالص. ما خلاص بقى، جزا وحبس. تعرفي ان دمك خفيف قوي؟ ما انا عارفه.
كنت بتعملي ايه في سويس؟ كنت بزور اهلي. بس سويس فاضيه. اصل والدي ووالدتي مدفونين هناك. انت من سويس؟ كنا عايشين فيها، بس بعد الحرب عشت في مصر مع مدام نعيمة. مين مدام نعيمة دي؟ دي مديرة الفرقة، بس ربنا ما يوريك، ست صعبة قوي. ويا ترى ترقصي حلو زي ما انت حلوة كده؟ تعالى وشوف. هي خسارة. ليه؟ اصلي معزوم النهاردة عند عمي، وبكرة راجع الجبهة على طول، لكن اوعدك اول لما انزل اجازة حاجيلك، بس مش عشان اشوف البروجرام. امال ليه؟ عشان اشوفك انت. ايه معجب؟ في الحقيقة ايوه. معاكي صورة؟ في الحقيقة لا. يا خسارة. افتكرت. خدي دي على فكرة بتجيب الحظ، وعشان ما تنساش تيجي تتفرج. انسى ازاي وانا هاخد جيزة؟ لا يمكن دي تبقى بروفة فرقة مدام نعيمة. بفضيحة هرجلة. انا مش فاهمة امتى هتقدروا تظبطوا الخطوة بعد المتفرجين ما يضحكوا عليكم. انا عايزة العرض في منتهى الاتقان. مفهوم؟ مفهوم يا مدام. اي واحدة ناوية تهرجل مش هتستنى معانا. فرقة مدام نعيمة لها كيانها، لازم تحافظ على اسمها. مفهوم؟ مفهوم يا مدام. مدام نعيمة لو سمحتي. ايوه. صفاء صفاء، هي عايزة اتأخرت ليه؟ معرفش. ايه عايزة؟ ايه اللي اخرك كده؟ بعدين يا صفاء بعدين. ايه هو اللي بعدين؟ اسكتي بقى. الحمد لله على السلامة يا ست عزة. ميرسي يا مدام. انا ساعة ما سمحت لك انك تروحي السويس كان على اساس انك ترجعي قبل بروفة الفرقة مش بعدها. اسفة يا مدام. مش عايز اسمع اي اعذار. اي تأخير على البروفات هيتحسب عليكي. حاضر يا مدام. حاضر يا مدام. انا عايزة العرض النهاردة عرض كويس. احنا فرقة رأس ايقاعي مش كباريه. مفهوم؟ مفهوم يا مدام. يلا يلا يلا. شش. هي ما قلتليش ايه اللي اخرك كده؟ ما انت عارفه يا صافي المواصلات شكلها ايه؟ تقومي تتاخري كده؟ ده لولا كان زماني لسه ما جيتش. هو مين؟ ظابط ابن حلال وصلني. حلوه؟ حلوه. بس؟ وهيكون ايه تاني؟ يعني ما حصلش نظرات، ابتسامات، كلمات. اخس عليك يا صافي، وانا بتاعت كده؟ بقول يعني اذا كان ظابط حلوه ومسمسم. انا ما قلتش مسمسم. انا قلت حلوه وبس. وعزمتيه يجي المسرح؟ قال لي كان نفسه يجي، بس يا خساره معزوم الليله عند عم. اجازتك قد ايه المره دي؟ 48 ساعه ابتداء من بكره الصبح. يعني تلحق تشوف والدتك في الفيوم. راحت الطبيعه. اصلا سألتني عنك. هي كمان وحشتني قوي. انت كده زنقت نفسك. كشي ملك، ما قلتليش هتروح تشوفها؟ ضروري هروح لها. ما تنساش تسلم لي عليها. ان شاء الله. تبقى طبيت كشي ملك. تعرف انها حلوه قوي. هي مين؟ اللعبه. لا انت المره دي مش عاجبني ابدا. انا في حاجه شغلك. سياده اللواء. ايوه محروس. المكتب عايز سيادتك على التليفون. طيب على اذنك.
اتفضل يا عمي. مالك بتبص لي كده ليه؟ عمرك ما شفت بنات قبل كده؟ في الحقيقة شفت كتير، لكن بالحلاوة دي ما شفتش. معجب؟ طبعا. قولي لي، معاكي صورة؟ لا. افتكرت. خد دي، دي بتجيب الحلاوة. ما كنتش نازل اول امبارح مصر، لكن حظ الحلو خلاني قبلك. وانا لو ما كانش سواق التاكسي زارجن ما كنتش شفتك. اي خدمه تانية؟ لا متشكر. عزه، انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. انت غامضه قوي كده ليه؟ ازاي؟ مش عارف، شكلك، عينيكي، زي اللي مش متوقع اي سعاده في الدنيا. الحياة علمتني حاجات كتير قوي. خليكي متفائلة، الأيام الحلوة جاية كتير. والدتي كانت عايزاني أدخل كلية الهندسة. وبعدين؟ عمي مراد صمم إن أنا أدخل الكلية الحربية. طب وأنت كنت عايز إيه؟ أنا في الحقيقة كنت محتار. ليه؟ يعني مش عايز أزعل والدتي، وفي نفس الوقت مش عايز ازعل عمي. اديك زعلت مامتك اهو. العكس، بعد كده فرحت قوي. المزيكا دي حلوه قوي. تحبي ترقصي؟ يلا بينا. هما ليه عملوا الحرب؟ عشان نتقابل انا وانتي. لولاها كنت فضلت انتي في السويس وانا في الفيوم. شفتي بقى؟ عشان كده انا بحب الحرب. بس انا بكرهها لانها اخدت مني كل حاجه حلوه في حياتي. اخدت بيتنا وسابتني لوحدي. حتى انت هتسافر بكره وتسيبني. انا عمري ما حسيبك ابدا. خلي بالك انا سايبلك عناية بتراقبك وقلبي بيحميكي. انت ساكن هنا وانت مسافر بكره؟ ايوه. كنت هتقولي ايه؟ كنت هقولك خلي بالك من نفسك يا عمر. طول ما دي معايا ما تخافيش عليا. هتوحشيني قوي يا عزة. وانت كمان. بلاش يا عزة، دموعي غالية قوي. هستناك يا عمرو.
هرجع لك قريب يا عزة. إن شاء الله. الحمد لله على السلامة. ممكن اعرف كنت فين لحد دلوقتي؟ على كل حال هما كلمتين اتنين وبس هقولهم لك. الفرقة دي سمعتها من سمعة البنات اللي فيها. يا مدام نعم. مفيش بنت كويسة ترجع في ساعة زي دي. انا ما عملتش حاجه غلط عشان حضرتك تقولي لي كده. لازم تفهمي ان ده اخر انذار هقوله لك. اذا ما كانش عاجبك النظام بتاعنا مفيش داعي انك تتعبين. مفهوم؟ اتفضلي على اوضتك. اتفضلي اتفضلي. ايه حصل؟ الحقيقه اتاخرت قوي. طب فيها ايه؟ مني زي ما كل حاجة حلوة ضاعت مني. خايفة من أيام وخايفة من بكرة. خايفة أوي. الله انت هتفضلي كده يا عزة طول النهار؟ يلا البيت هدومك قبل ما دام نعيمة مصطب علينا زي القضم من بتاعتك. وبعدين معاك يا عزة، هو مش امبارح قال لك ان اجازته كمان شهر وأول ما هيجي هيشوف بيتي؟ يلا يا حبيبي اغسلي وشك وغيري هدومك. يلا نام. عشان نتجوز. انا قعدت طول الليل افكر وخلاص وصلت للقرار ده. بس انت ما تعرفنيش كويس. قدامنا العمر كله نعرف بعض. بس يا عمر اصل مفيش بس ولا حاجه، دي اوامر. ثم لسه قدامنا حاجات كتير لازم نفوت على عمي عشان نقوله. وبعدين هتكلم والدتي في الفيوم عشان تعرف وبعدين لسه في حاجات كتير لازم نشتريها. على فكره يا عزه انت بتحبيني وموافقة تتجوزيني؟ اه. طب يلا بينا بسرعة.
اسطى. خد البايه يا استاذ. اهلا وسهلا يا فندم. هو حضرتك ما سمعتش يا فندم؟ عمي 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 فين يا محروس؟ سياده اللواء راح مكتبه من بدري يا فندم. راح مكتبه؟ يلا بينا يا عز. تحب ابلغه حاجه يا فندم؟ لا انا رايح. هقابل عمي وارجع لك حالا. طيب. على فكرة أنا نسيت أسألك، أنت اسمك عزة إيه؟ عزة عز الدين من السويس، عمري 21 سنة وبحبك. عزة عز الدين. سيادة اللي هو موجود؟ دقيقة سيادة النقيب. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا فندم. التقارير دي عايزه تكون جاهزه عندي الساعه 2000 بالظبط. تمام يا فندم. اتفضلوا. اتفضل. صباح الخير يا فندم. ايوه حضرتك النقيب. في ايه؟ في موضوع يا فندم كنت عايز اخد راي سيادتك فيه. رسمي ولا شخصي؟ شخصي يا فندم. طب ما دام شخصي يقعد بقى يا عمرو. متشكر يا عمرو. سيجاره يا عمرو؟ لا متشكر. بلغني انك مديت الاجازه بتاعتك كمان 4 ايام. مظبوط. يا ترى ده له علاقه بالموضوع اللي عايز تكلمني فيه؟ ايوه يا عمي. انا قررت اني اتجوز. تتجوز؟ كده فجأة؟ لا يا عمي مش فجأة، ده انا من امبارح وانا عمال افكر. اصل يوم ما قابلتها وانا نازل من السويس. لا قصدي اول امبارح لما كنا بنتغدى مع بعض في السي هورس. لا 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 ده مش اول امبارح، ده امبارح. ايوه بالظبط امبارح انا وهي كنا بنتكلم، وحتى هي كمان كان من رايها ان احنا الاثنين لازم هي دي تطلع مين؟ عزة. عزة عز الدين. عزة عز الدين. عزة عز الدين. عزة من عائلة عز الدين اللي في الفيوم؟ لا 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 من السويس. سويس. سويس دي أنا خدمت فيها 10 سنين وأنا صغير. أعرف عائلتها عائلة عائلة. إيه اللي والدها اسمه عز الدين إيه؟ الحقيقة ما سألتش يا فندم. طيب ما قابلتش مثلا والدها، والدتها، حد من أهلها؟ لا، كلهم ماتوا في الحرب. ما فضلهاش حد في الدنيا. أمال عايشة مع مين؟ عايشة إزاي؟ بتشتغل يا عمي. كويس قوي. بتشتغل ايه؟ راقصة. ايه؟ رقاصة؟ ايوه يعني راقصة فنون شعبية. باليه تقريبا. رقاصة. ما تصورش يا عمي عزة دي بالنسبة لي تبقى ايه؟ انسانة طاهرة وشريفة. رقاصة. أنا لسه فاكر سيادتك لما كنت بتقولي دايما مش مهم الحسب والنسب، المهم الإنسان يكون نفسه كويس. وعزة دي. اسمع يا حضرة النقيب. أيوة يا فندم. تعال هنا. تمام يا فندم. حلوة؟ يا فندم؟ رد يا حضرة النقيب. حلوة؟ أمر يا فندم. بتحبك؟ أيوة يا فندم. وأنت بتحبها؟ بموت فيها يا فندم. أنا كمان متهيألي إني أحبها أوي. قصدك يا فندم تقول يا فندم إنك موافق يا فندم؟ ألف مبروك يا عمرو. متشكر أوي يا عمي، واعتبر نفسك الشاهد الأول على الجواز. اطلع يا اسطى. انا فين؟
على اجمل فستان فرح في مصر. مبروك يا عم. عرفتك حلو يا عزة زي القمر. اه ما حسيت. الا قولي يا عزة عريسك ما جاش ليه؟ راح يتصل بمصر عشان الفرح بكره، واحنا هنستنى ظن لبكره. والله لا نزفك النهارده ودلوقتي حالا كمان. يلا يا ناس. مختارية والأوامر تبدأ وتعالي وتعالي نعمل الكروب الدبة. مختارية والأوامر تبدأ وتعالي وتعالي نعمل الكروب الدبة. والله كبرنا وحلونا والعرسة نجوم طلبوا ايدينا عيني لحد البرد عليك. عقبالكم يا بنات عقبالكم ان شاء الله وده امتى هيكون. من بكره العرسه جايه لكم من بقك لباب المأذون. رنوا الزغروطه قال انا مبسوطه. رنوا الزغروطه قال انا مبسوطه. زغروطه كانت من زمان محبوطه وده العيد الليله ليها احلى عروسه. زغروطه فرحتك واغني وحلفت ناخد من خدودك بوسه. وانا حقرص في ركبتك وعصر في جمعتك يا حبايب رقصوني عال واحده وشحلى عوني. يا حبايب رقصوني عال واحده وشحلى عوني. ارجع لقيكم قلبينها كباري. ايه اللي كنت لابساه ده؟ هي قصة عقبال عندك بقى. عزة هتتجوز. اه يا مدام. عقبالك يا مدام. وهتتجوزي امتى؟ بكره يا مدام. يعني مش النهارده؟ يبقى بكرة نقول لك مبروك. يلا يا بنات ميعاد المسرح قرب. يلا بسرعة. أليسة عزة في تليفون علشانك يا أليسة عزة. ده عمر. ألو. أيوة يا عمر. دقيقة واحدة. أيوة. طبعا جاي حالا. عزة افندم. رايحه فين؟ اصل عمري مسافر جبهه دلوقتي ولازم اشوفه. اعملي حسابك لو خرجت من هنا دلوقتي ما ترجعيش تاني. Taxi!
رقم 12 يقوم من رصيف رقم 1 الساعة 6:30 تماما. قطار السويس رقم 12 يقوم من رصيف رقم 1 الساعة 6:30 تماما. الله مالك يا عزة؟ كان نفسي أقوله مع السلامة، كان نفسي أودعه، لكن لما وصلت المحطة كان القطر مشي. يعني ما شفتيهوش؟ لا، حتى من بعيد وبس. ولا يهمك يا عزة، بكرة يرجع لك بالسلامة. في عزة، إيه اللي رجعك تاني؟ والنبي يا مدام نعيمة تسيبي عزة في حالها. أنا حسيبها خالص. أنا حذرتك قبل كده ودلوقتي ملكيش مكان في فرقتي. هي عملت إيه بس يا مدام؟ بتردي عليا يا صفاء؟ عزة ما عمليش حاجة غلط عشان تطرديها. كلمة واحدة بعد كده هتحصليها أنت كمان. يا مدام حرام عليكي، عزة وعمر بيحبوا بعض وحيتجوزوا. هيتجوزوا؟ وما اتجوزكيش ليه يا أنسة قبل ما يسافر؟ أصلي سافر وجه فجأة وغصب عنه. كل البنات اللي وقعوا في الغلط قالوا نفس الكلام. لمي حاجاتك وتفضلي برا. انتي ايه؟ ما عندكيش قلب؟ حرام عليكي تعملي فيها كده. ده احنا بشر يا مدام نعيمة، بنحس ونحب ونتألم. صفاء عيب كده، اسكتي. انا مش هسكت ابدا، لازم كل بنت في الفرقه تفهم هي ايه. انت عمرك ما عرفت الحب ولا هتعرفيه ابدا. انت بتكرهينا كلنا عشان بتكرهي نفسك، وعايزانا كلنا نقعد جنبك لحد ما يفوتنا القطر ونبقى عواني زيك، مش كده؟ خلاصي، من بكره مش عايزه اشوف وشك لا انتي ولا عزه في الفرقه. ناديه. ايوه يا مدام. قولي الاستاذ عمار يشوف لنا اتنين غيرهم. بالشكل ده نبقى خالصين بحساب الاسبوعين اللي فاتوا.
وادي الفاتوره يا مدام نعيم. ميرسي قوي. بخير يا صاح. انا زعلانه قوي، هتوحشينا قوي يا صاح. ميرسي قوي. شوف وشك بخير يا صفاء. ميرسي. خلي دول معاكي لغايه ما تلاقي شغل. متشكره قوي يا نادي، انا مش هنسالك الجميل ده ابدا. يلا يا بنات عشان نسلم على العزم. باي باي يا صاف. مع السلامه. باي باي. مع السلامه. خمسة جنيه هي برضه تنفع. شوف وشك بخير يا عز. مع السلامة. هتوحشيني قوي يا عز. امشي كلكم هتوحشوني قوي. خلي بالك من نفسك. هتوحشيني قوي يا عز. هتوحشيني قوي يا حبيبتي. شوف وشك بخير. والنبي مش كده، بضل الحال على مدام نعيمة مفيش فايدة أبدا أبدا. ميرسي يا ناتي معلش. ربنا معاكي. يلا يا بنات يلا احنا مدام نعيمة. باي باي يا عز. شهادات خبرة؟ الحقيقة مفيش، لكن ممكن نجيب لك يا أستاذ. بتكتبه مكنة؟ لا، لكن ممكن تتعلم. طب واللغات؟ أهدي بقى، إيدك منها والأرض. أمال بتشتغلوا إيه؟ كنتوا فين قبل كده؟ في فرقة فنون شعبية. نعم. كنا بنشتغل رقصات. رقصات؟ أنعم وأكرم. طب اتفضلوا. ميرسي قوي يا عز. يا عز تفضل بقى. طب ما تشخطشي يسلم. يلا يا عز. رقصات عز اللي بعدهم. تلتاشر جنيه. طب مش ممكن تزودهم شوية؟ مش ممكن أبدا. لا يبقى بلاش. استني هات يا عم هات. متشكرين قوي. لا يا فندم. صفاء. نعم. هي عملتوا ايه؟ ابدا مفيش. ايوه بس ده حسابكم كتير قوي. اتفضلي يا مدام دلوقتي ان شاء الله هنسدد لك الباقي. ربنا يفتحها في وشكم يا بنتي. على فكره يا عز في جواب عشانك. عشان يلا من مين؟ من عمر. عزة وحشتيني وحشتيني موت، وحشتني ابتسامتك رقتك حنانك. بصراحة كل حاجة فيكي وحشتني. ابتسامتك بتؤكد لي الأمل في النصر، النصر اللي هنتوج بيه حبنا، حبنا الكبير، حبنا لمصر. عزة مش قلقان عليك ليه المرة دي؟ على العموم
انا كلمت ماما عنك. وشرحت لها كل ظروفك. فرحت ورحبت قوي بجوازنا. هتزورك الخميس الجاي تعرف بيكي وتاخدك معاها الفيوم. انا متاكد انك هتحبيها وهي هتحبك بس مش اكتر مني. والى اللقاء امام المأذون. حبيبك للابد عمرو. قال لي انه بيحبني بس وهي كمان هتحبني. يا مين هو النهارده؟ ايه النهارده؟ الخميس. تبقى ليا النهارده يا مين. طمني مامت عمرو. هاتي اللي معاكي. ايه بلاش هاتي الخمسه جنيه. خلاص ليه بقى؟ هروح اشتري شويه حاجات وناكل منين؟ مش ضروري ناكل. مش ضروري ناكل. عزه دول خمسه جنيه اللي فاضلين معانا بس. هو كل لها ثانيين وهيبقى معاكي على طول. ايوه بس النهارده انا مكسوفه قوي من مامته. حد يتكسف من حماتي يا عبيطه؟ دي هتبقى حماتي. ادخل. انا عزه في ناس عايزينك بره. دي مامته جت يا صفاء. طب يلا بسرعه. طيب روح اقول لها انا جاي حالا. لا دي مش واحده ست، ده واحد ظابط. ظابط؟ عمرو. انا النقيب سمير منصور من القوات الخاصه. اهلا وسهلا اتفضل. لا مفيش داعي. حضرتك زميل عمرو؟ ايوه يا فندم. وازيه؟ هينزل اجازه امتى؟ النقيب عمرو كان موصيني لو حصل له اي حاجه اوصل دي لسيادتك.
كنيسة عزة مش كده؟ أنا والدة عمرو. مش تقولي لي اتفضلي يا بنتي ولا هفضل واقفه كده؟ اتفضلي. لا مؤاخذة يا بنتي اذا كنت اتاخرت عليكي شويه، انت عارفه بقى المشوار قد ايه. تمام، زي ما وصفك عمرو ليا، جمال وكمال. ما تقدرش تتصوري هو كتب لي عنك قد ايه. انا شاعره ان احنا هنحب بعض قوي. هو ما قالكيش هيرجع اجازته امتى؟ اصل وحشني قوي. الاجازه اللي فاتت قضاها كلها هنا، ما جانيش في يوم ولا يوم واحد. ربنا يرجعه بالسلامه. في ايه يا بنتي؟ شايفاك مش مبسوطة، في حاجة مضايقاكي؟ تعبانة؟ اوعى تكوني مكسوفة مني، ولا يمكن عمرو زعلك في حاجة؟ قولي لي يا بنتي، ده انا زي والدتك تمام. لكن مش معقول عمرو يزعلك، ده ابني وانا عارفاك كويس، قلبه طيب وحنين وبيحبك قوي، لدرجة إنه بعت لي مخصوص عشان أول ما يرجع الأجازة نكتب كتابته على طول. نفسي أفرح بيه قبل ما أموت. كفاية كفاية. الله، في إيه؟ أنا قلت حاجة غلط يا بنتي؟ ظهر ان انا جيت في وقت مش مناسب. والله انا كنت اتمنى ان احنا نكون اصدقاء، لكن معلش نتقابل في ظرف افضل من كده ان شاء الله. عن اذنك يا بنتي. عبده يجيب الدواء ان شاء الله بكره، لكن الدكتور قال مهم قوي يجي النهارده. ايوه عارفه، بس طب هات الرشيد، انا هبعت عبده يصرفها. ميرسي قوي يا مدام. ايه هي فزوره ولا ايه؟
لا انا اصلي بشتغل. بشتغل فين؟ في فرقه فنون شعبيه للرقص. انت رقصة؟ ايوه. تعرفي انا طول عمري نفسي ابقى رقصة. حصل له اي حاجه انه وصل بيه سيادتك. ايه يا صفاء مالها عزه؟ مش عارفه يا مدام، انا لقيتها بتصرخ كده. عند هنا دكتور؟ ما فيش داعي، الحراره كويسه. طب قومي يا بنتي روحي شغل اللحظه ما تتاخرش. والنبي يا مدام تاخدي بالك منها. ما تحمليش هم، أنا هفضل جنبها. معلش. مع السلامة. ربنا يوفقك يا بنتي. لا ده انا همسك الخشب. وشك منور النهارده ولا بدر البدور. انا نازله يا عزه، مش عايزه حاجه. هو الشغل في المستشفى كل يوم بالليل. اصل ورديه الليل فيها فلوس كتير ومش عارفه بقى. ربنا يقويك يا صفاء. انا مش تعبني يا مدام غير العيانين، عماله اتنقل لهم السترس ده السترس. المهم اوعي تنسي تاخدي الدواء، مفهوم؟ حاضر. مش عايزه حاجه؟ سلام. طيب مع السلامه. بنت حلال، اللي ما يعرفكوش يقول عليكم اخوات اكتر. مش عارفه ارد جميله ازاي. ايه وانا همك بكره تشتغلي وتبقى عامله عاد. على فكره يا عز، ما قلتيش لسه صفاء تشوف لي معاها شغلانه في المستشفى. الحقيقه ما دام انا فكرت في كده. بس بس ايه يا شيخه، قومي وصلي لها ومشي رجلك شويه. مين عارف انت ربنا يسهلها لك وتلاقي شغل. عندك حق. لو سمحت الأنسة صفاء الجلالي. بس أنا بس. طيب. سعيد. سعيد يا فندم. الأنسة صفاء الجلالي لو سمحت. صفاء جلالي مريضة في أنهي قسم؟ لا دي مش مريضة، دي بتشتغل هنا ممرضة. ممرضة؟ صفاء جلال مفيش هنا ممرضة بالاسم ده. إزاي؟ المدام قالت لي. قصدي أنا عارفة إنها بتشتغل هنا فوردية بالليل. مفيش يا ستي حد بالاسم ده، أنا متأكدة. غريبة. يظهر إني فهمت غلط. متشكرة. ويا ترى استطعتي تاخدي الدواء ولا لا؟ الحقيقه لا. ده كلام يا عزه، مش الدكتور قايل لك تفتكري دايما تاخديه؟ اصلي نسيت. نسيتي؟ لا يا عزه، مش مفروض ابدا دايما تنسي كده. صفاء. ايوه يا عزه.
عامله ايه في المستشفى؟ اهي ماشيه والعيانين لسه تعبينك؟ طلباتهم كتير قوي، ما بلحقش اخد نفسي منهم. اما نمره 8 ده بقى راجل عجوز قد جدي وعامل زي العيل الصغير، واللي اتاخرت عليه في طلب يقعد يزعل من فضله. اما المدير فده بقى حكايه حكايه. المهم بقى تاخدي الدواء. صفاء انا رحت سالت عليك النهارده في المستشفى. رحت المستشفى؟ ريحيني قولي لي بتروحي فين؟ بتجيبي فلوس دي منين؟ حاسه بعد ما تغيري هدومك يا قود بيه مستنيكي، واعملي حسابك على ساره صباحي تاني. الله جرايين، ما دام الراجل بيدفع متاخر عليه ليه بقى؟ ايوه ما هو كله بتمنه. تعجبيني، ما تتاخريش يا حلو. باي. ايه
هزة ليه عملتي كده يا صفاء؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ مشيت وراكي، حبيت اعرف المستشفى اللي بتشتغلي فيها والعيانين اللي تعبينك والمدير اللي حكايته حكاية. انت بأي حق تعملي كده؟ بأي حق تجسسي عليا؟ انا حرة اعمل اللي انا عايزاه. واسمك وسمعتك وشرفك ما فكرتيش فيهم؟ والاكل والنومه والدواء والدكاتره، كنت عايزه انا اجيب ده كله منين؟ انت كنت بتموتي من ايديا، كنت عايزه انا اعمل لك ايه يعني؟ يا ريتك سبتيني اموت، يا ريتني مت وانا شفتكيش بالشكل ده. يلا يا صفاء يا اود بيه. طيب 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 قول له انا جايه حالا. مين الاموره دي يا صفاء؟ طب ما تعرفينا بيها. دي صاحبتي عزه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ازيك يا اموره؟ بقى برضو ده صح يا صافي تخبي عننا الحاجات الحلوه دي؟ ابعد عنها يا خليل، دي مش من لونك. وماله كله يتلون. بقولك ابعد عنها، لا اعمل لك فضيحه اوديك في 60 داهيه. بس هدي اللعب امال. خلاص على كيفي، انا مش مستعجل، لكن يوم ما تتزنقي يا حلوه خل تحت امرك. باي باي. ما تلومينيش يا عزة، كل حاجة في الدنيا وليها تمن، حتى الهوى اللي بنتنفسه، وكان لازم واحدة مننا تدفع التمن. مساء النور يا يقود بيه. مساء النور والجمال على عيوني. فزي يا بت من داخليها، القمر وصل. ما يحكمش. لا يا اختي وحاكم بقى. يلا يا اختي خليها تشبع بيه. اتفضل يا جميل، انا افتح للمحل كله الليل. ياهو هتلحس هتجنن. سلامتك يا معلم. انا ادع رجل في الدنيا. أدى احنا حنشوف. تهدى، بنقول أدى راجل. انت زعلت يا يويو، ده انت سيد الرجالة كلهم. اهو كده في صحة الحلوين. في صحتك يا يويو. عزة عزة. نعم يا مدام. تعالي تعالي قومي تعالي، ما اوريك حاجة. حاضر. تعال بصي، في دكتور طالب ممرضه متمرنه. ايه رايك يا مدام؟ ده انا بقالي 3 اشهر كل ما اروح شغلانه الاقي حد اخدها. يا بنتي يا حبيبتي جربي وروح المره دي كمان. العنوان اهو، جرب. اهم حاجه عندي المواعيد، لازم تكوني دايما في العياده في المواعيد المظبوطه وتنظمي لي مواعيد المرضى. حاضر يا دكتور. اتفضلي دلوقتي وابعتي لي اول مريض. مدام عبد السلام تفضلي. لسه كتير يا مدموزيل؟ لا حالا، تفضلي استريح. الو. ايوه حاضر، يوم الثلاثة الساعة 5. ازيك يا عم؟ الحمد لله. مدام مدام. ايوه يا عبد، انا تعزه وصل. عزه عزه. نعم يا مدام. صفاء يا بنتي من امبارح خرجت لحد دلوقتي لسه مرجعتش. انا خايفه اكون جرى لها حاجه، حاولت اتصل بيها في المستشفى ما عرفتش، والنبي لازم تصلي تشوفيها. حاضر يا رب اجعلها خير يا رب. والنبي لازم تصلي. عزة في تليفون علشان. الو انا عزة. اسم العجوزة ايه؟ صفاء. مساء الخير. مساء النور. لو سمحت يا شويش. نعم. الأنسة صفاء جلال ممكن أزورها؟ أنسة؟
لا يا ستي، زيارات ممنوعة الساعات دي. أرجوك أشوفها بس. تشوفيها بتاع إيه؟ أختها؟ أمها؟ من بقية قرايبها؟ لا، بس أنا صاحبتها. صاحبتها؟ أنا مؤكرم. يا بنت أنت خافي على نفسك. اتلم في ديك الساعة أحسن تحصليها. الله، مش تقولي بس هي عملت إيه؟ لا والله تعملوها وتخيلوا. صاحبتك يا أختي القبض عليها في صالح الأعمال. سبت كل شيء كان. صفاء. ايوه صفاء. صفاء جلال الشهيره بصافي. ولو انت عاوزه تشوفيها يبقى بكره هم مرحلين على النيابه. يلا منك لها. يلا اركبوا. يلا مال. صفاء. عزه، انت اللي جابك هنا؟ ليه يا صفاء؟ ليه كده؟ ممنوع الكلام يا ست انت. بعيد من هنا. صفاء. يلا اركبي. ما تحمليش هم يا عز، مكتوب علينا. ليه يا صفاء؟ انا ماليش في الدنيا غيرك. ما تتعبيش نفسك ورايا يا عز. المهم انت خلي بالك من نفسك. يلا ما بلاش لكاع. انا لا يمكن هسيبك ابدا. انا هشوف لك محامي، احسن محامي في البلد. دعارة مقرونة بفعل علني فاضح وتحريض على الفسق والفجور. ما شاء الله ما شاء الله. او كده الشغل والا فلا. وقضية زي دي مصاريفها كتير يا استاذ عبد المتجلي. افندي احمد عوض عبد المتجلي 25 سنة وكيل محامي، افهم في كل حاجة من المخالفات الى الجنايات. المصاريف كم يا استاذ؟ خدي عندك يا ستي رسوم في حدود تقريبا والدمغات كذلك، وجايز نحتاج للكفاله ولو ان النيابه هتعترض. واتعاب الاستاذ في حدود كله 50 جنيه. 50 جنيه؟ ده غير الاكراميه بتاعتي انا، لسه ما كلمناش فيها. بس مش شايف ان 50 جنيه كتيره شويه يا استاذ عبد المتجلي؟ دي دعاره يا هانم، فعل علني فاضح ومقرون كمان بالتحريض على الفسق والفجور. وتقولي 50 جنيه كتير؟ طيب ممكن اقسطهم؟ نعم. 5 جنيه كل شهر. بتقول ايه؟ نخليهم 10. شوف يا ست انتي، تسلميني 50 جنيه على القفله انا والاستاذ تحت امرك، يخسوا تعريفه يخسوا ملين؟ لا، مفهوم؟ طيب افوت عليك بكره يا استاذ، لاني في الحقيقه ما كنتش عامله حسابي. والله اللي تشوفيه. طيب متشكر. وما تنسيش الاكراميه بتاعتي. نعم، بس ستك سايبه لي عياده من الصبح وجايه لي الظهريه تقول لي عاوزه 50 جنيه. ده كلام يا دكتور؟ انا عندي ظروف. ده مكان عملك يا بنتي، اكل عيشك. انت بالطريقه دي مش هتنفعي. انا محتاجه لهم قوي يا دكتور. منين؟ انت بقالك اسبوع بتشتغلي. ارجوك دي سلفة وانا هرجعها من مرتبك. انا اسف قوي يا عزه، احنا لسه في اولها والطريقه دي ما تنفعنيش. اتفضلي. ارجوك يا دكتور. أنا آسف. متشكرة. أنسة عزة؟ لو سمحت. شوف يا بنتي، البنسيون هنا لسه معاك، وما دام الحكاية وصلت للإقسام وللبوليس، فأنا بقول يعني تشوفوا لكم مكان تاني أحسن. طب ممكن يا مدام استنى لبكره؟ اسفه يا بنتي. عبدو نزل الشنطه. اي لا، عايزه ثابت البنسيون. لا لا يا ابني، قلت لك لا، ما اعرفش راحت فين. وانا تحت امرك، انا زي اخوك بالظبط. اشربي عشان كلامي يحلى. ما بشربش. على راحتك، احنا هنا ما نخصبش على حد ابدا. في صحتك. ايه كنت هتقولي يا ستي؟ الحقيقه انا
انا محتاجه مبلغ صغير من عناية. 50 جنيه من حساب صفاء. صفاء؟ صفاء ملهاش حاجة عندي. ملهاش؟ ايه؟ ايه؟ مالك؟ لا ابدا ولا حاجة. والمبلغ ده محتاجاه ضروري؟ قوي. طب ونروح بعيد ليه؟ قصدك ايه؟ قصدي مدام صفاء مش موجودة تبقى عزة. يعني يعني ايه؟ شوفي يا عزة، انا راجل بيزنس بتاع شغل، ما اشتريش الا بضاعة حضرة. انا اسف قوي اني جيت لك. تعالي هنا، تروح فين يا بنت الحلال؟ انت هتتعبي قوي هنا، ما يجيش الا اللي نسدد في وش كل الابواب، لكن انا بقى بابي مفتوح لك. انت اتجننت؟ انا اشتغل في كباريه؟ كباريه؟ هو احنا في كباريه؟ ده مالها ليلي، زيه زي اي مكان تاني، في النظيف وفي الوسخ، وعلى قد ما تدي يا بنت الحلال على قد ما هتاخدي، وادي الفلوس اهي تحت امرك. لكن ده انا عمري ما وحياة المنكر ده، ولا انا وشرفك، انا عمري ما فكرت اشتغل الشغلانة المهببة دي، لكن الدنيا غدارة وهي غدرت بيكي زي ما غدرت بي. ها قلت ايه؟ الفلوس اهي تحت امرك، خديها وحل مشكلتك. يلا يا عمو. السفارة عزيزة اتقل يا بيه، هتيجي لحد عندك برجليها. نت مصر اللعب امال، ما تستعجلش يا حلو. لا 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 لا، هد اللعب امال، احنا جايبين الناس هنا عشان تنبسط، مش نقلبها لهم غم. احنا اتفقنا نعمل نمرتي واروح على طول، لكن ما اتفقناش على كده. وهو حد طلب منك حاجة يا بنت الحلال؟ شوف يا عزة، لم نفسك وفوقي قوي، مش قد الشغلانة دي بلاش منها، بس رجعي لي فلوسي الأول.
50 جنيه يا اختي. منين؟ خلاص يبقى تنزلي الصاله ورجلك فوق رقبتك، فاهمه؟ الاستاذ بيقول لك عاوزين 150 جنيه كمان. لكن ده كتير قوي يا استاذ عبد المتجلي. والله ما على الرسول الا البلاغ، تجيب الفلوس احنا تحت امرك، ما تجيبيش الاستاذ مش هيحضر الجلسه. 150 جنيه كده مره واحده؟ ما كانش ينعز يا اموره. دول مش عشاني، دول عشان صفاء، علشان ما تخشش السجن. والله العين بصيره والايد قصيره. لكن دي مسؤوله منك. ليه؟ كنت خلفتها ونسيتها؟ لا، كانت بتشتغل عندك. كانت. طب احسبهم عليا، انا لازم ادفع فلوسي بكره، لازم انقذ صفاء. شوفي يا عزه، انت بنت حلال وانا بحبك زي اختي طبعا. تعالي ورايا وانت تكسبي. على فين؟ مش عاوزه فلوس؟ ارجوك. خلاص تعالي معايا. هم دول اللي معاهم الفلوس، دول اللي معاهم فلوس البلد كلها، دول اللي معاهم كل اللي انت عاوزاه، مستعدين يدفعوا من جنيه لألف. اسماعيل القلع تاجر خردة وكل حديد البلد عنده، عبده بيه تاجر خيش، بيصرف كل ليلة هنا اكتر من 200 جنيه. سيد علي مدير جمعية تعاونية، وتلاقيه بيتفق على بيعة فراخ لحسابه. وانت وشطارتك، وزي ما قلنا قبل كده يا بنت الحلال، على قد ما تدي على قد ما هتاخدي. عاوزة 150 جنيه؟ 150 ألف جنيه يقود بيه تحت أمرك، بس انت كمان يا حلوة لازم تكوني تحت أمره. يلا يا قطة، ما تضيعيش الفرصة من ايديك. يلا يا حلو. يا مرحب يا مرحب، ايه النور ده؟ يا ارض احفظي ما عليكي. يا اهلا يا اهلا. مفيش حاجة تغلى عليك يا معلم، عزة تحت امرك. واحنا خدامين الحلوية. خلي البار ينزل الشمبانيا اللي عنده كلها. امرك يا معلم. السهرة النادي للصبح. احسبك يا جود بيا اكبر تاجر في البلد، عتاجر في كل حاجة، اني بتاع كله. تاني دايب قوي يا سنيورة، في صحتك. ده احلى الليلة دي صباحي. الله قديش ليا على براحتك، أنا مش مستعجل، أنا عاوز رضاكي وبس. اشرب يا جميل اشرب. مية خمسة وعشرين، مية وثلاثين، مية خمسة وثلاثين، مية واربعين، مية خمسة واربعين، مية وخمسين. أهو كده، أهو كده الشغل وإلا فلا. دلوقتي بقى تقدري تطمني وتحطي ببطنك بطيخه صيفي براءه باذن الله. يا رب. الاستاذ هيحضر الجلسه بكره؟ طبعا الاستاذ هيكون من النجمه في المحكمه. حكمت المحكمه حضوريا على المتهمه صفاء محمد جلال بالحبس 3 سنوات مع النفاذ. الشغل وإلا فلا. دلوقتي بقى تقدري تطمني وتحطي ببطنك بطيخه صيفي براءه باذن الله. الاستاذ هيكون من النجمه في المحكمه. حكمت المحكمه حضوريا على المتهمه صفاء محمد جلال بالحبس 3 سنوات مع النفاذ. جري يا عز، احنا الليله فسحه ولا ايه؟ يلا يلا قومي غيري هدومك، ياود بيه مستنيكي على نار في الصاله، ومحفظته عمرانه بنكنوت من اللي قلبك يحبه. يلا. انا مش هنزل الصاله. بتقولي ايه؟
أنا مش هنزل الصلاة أبدا، أنا ماشية من هنا. نعم؟ إيه بقى النغمة الجديدة دي يا ست هانم؟ إحنا هنفترع النعمة ولا إيه؟ ما كنا بعقلنا يا بنت الناس، إيه اللي جرى؟ صافي اتحكم عليها بثلاث سنين سجن. هي اللي جابته لنفسها. وعايزني أنا كمان أبقى كده. الله 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 الله، هد اللعب أمال، لازمته إيه الكلام ده بقى؟ أنت أقذر مخلوق شفته في حياتي. جرايا يا بنت أنت، أنت هتبجح فيا ولا إيه؟ أوعى. وسخ وسخ. ده أنا اللي عملتك بني آدمة، كنت جاية لنا جعانة مش لاقية لقمة تاكليها، دلوقتي صوتك عالي عليا؟ ده لولا أنا كان زمانك مرمية وسط كلاب الحواري، مد إيدك وبتشحتي. يا ريتني كنت مديت إيدي وشحت، ولا كنتش بقيت كده. أنتوا كلكم وسخين، قلوبكم ماتت، ضميركم مات، وأنا أنا لا يمكن أقعد معاكم. أنا راجع تاني للسويس، راجع تاني هناك، راجع أتدفن مع أمي وأبويا. وصل الآن قطار السويس رقم 14 على رصيف رقم 1. نفس المكان اللي شفتك فيه اخر مره. تعالي يا حبيبتي تعالي. وفضلت في القصر شهرين لحد ما قدرت اعرف، واول لما رجعت سالت عليكي في كل حته. في البانسيون قالوا لي انك سبتيه، وفي المسرح مدام نعيمه قالت لي انك ما بقيتيش معاهم. قلبت عليكي مصر في حالها لغايه لما اتحققت المعجزه ولقيتك هنا. ما تتصوريش مدى سعادتي قد ايه. هنعوض كل اللي فات من عمرنا. من بكره هنسافر الفيوم عند والدتي، هعمل لك حفله خطوبه ما حصلتش. عمر. ايوه يا حبيبتي، عايزه تقولي ايه؟ ما تتصورش الايام اللي فاتت مرت عليا ازاي. عارف يا حبيبتي عارف، انت لازم تعذبتي كتير قوي يا عزه، لكن خلاص من هنا ورايح ايامنا هتبقى كلها سعاده. عايز دايما اشوف ابتسامتك الحلوه. عمر ارجوك. ايه يا عزه في ايه؟ عزه انا عارف اني غبت عنك كتير وافتكرتيني. عزه انت حبيتي حد تاني؟ عمري ما حبيت ولا بحب ولا هحب غيرك. وانا بعبدك. يبقى خلاص اتحكي بقى. انا هروح اكلم والدتي في الفيوم، حولها اننا هنكون عندها بكره. عمر عمر. ايوه بكلم في المحطه. ارجوك لازم ماما سمعت. عارفه يا بنتي مين في المحطه؟ انت ما تعرفش ما بقيت. ايوه عزه أنا ما أقدرش أسافر معاك. كتيرة اللي لقيتها يا ماما. أنا ما استاهلش حب. السعادة اللي أنا فيها. لازم الأول تعرف كل حاجة. لازم تعرف عزة بقت إيه. لا وبعدين تقرر اللي هتعمله. لا ماما مفيش داعي تيجي. سيب التليفون. لا لا إحنا هنيجي بس. سيب التليفون واسمعني شوية. أيوه أيوه. طيب طبعا إذنك بقى يا ماما. أيوه عزة كنت بتقولي حاجة؟ في إيه عزة؟ ولا حاجة. طب يلا بينا. عمر أنا مش هقدر أسافر الفيوم. ليه؟ عشان ما عنديش هدوم مناسبة. بقى هي دي المشكلة؟ هجيب لك هدوم، هجيب لك الدنيا بحالها.
اهلا يا عمرو. ازيك يا عم صالح؟ اهلا سعاده البيت. اهلا. الست فين؟ الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك. مستنيه سعادتك فوق. طب هات لنا الشنطه. حاضر يا فندم. ماما 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 الحمد لله بالسلامه. اهلا يا ماما. وحشتيني قوي. انت اللي وحشتني. معلش يا ماما انت عارفه الشغل المره دي قوي. اقدم لك عز عز الدين خطيبتي. ماما اهلا وسهلا يا بنتي. صباح الخير يا هاني. هاني ايه؟ تعالي يا عزه، تعالي يا حبيبتي. اهلا اهلا. انت من هنا ورايحه تقولي لي يا ماما؟ ها مش قلت لك ان احنا هنتقابل في ظروف احسن؟ ماما حكيت لي عزه على اللي حصل يوم ما جت تزورك في البنسيون. انا اسفه قوي على اللي حصل يوميها. بالعكس يا بنتي، انا اللي اسفه. انا لما عرفت بعد كده قدرت شعورك ساعتها. دلوقتي انت هتفضلوا كده واقفين على السلم تاسفوا لبعض؟ يلا يلا انا عايز اخد دش. انا تعالى تعالى اوري لك اوضتك يا حبيبتي. على فكره يا عمرو، ده احنا معرضين لغزو كبير قوي. غزو؟ كل المعارف والقرايب لما عرفوا انك جايب عزه هنا قالوا لازم نشوف عروسه عمرو، فعزمتهم كلهم الليله علشان تتعرفي عليهم يا عزه. طب يلا بينا ندرس الخطه سوا استعدادا للغزو. اتفضلوا. ويا ترى عروسه عمرو حلوه زي ما بيقولوا؟ ادي انتوا هتشوفوها بنفسكم. هي اتاخرت ليه؟ انتوا عارفين بقى دلع البنات. عن اذنك اتفضل. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا. وبعدين الموقف بالظبط زي ما حكيت لكم. وبعدين يا عمرو وبعدين بعد كده بقى اتفضل. هي عايزه اتاخرت ليه؟ مش عارف، هطلع استعجل. تعالي يا عزة، تعالي يا حبيبتي. اسمحوا لي اقدم لكم الانسة عزة عز الدين، خطيبة ابني عمرو. متشكرة متشكرة. يلا يا ولاد فرفشوا وانبسطوا. يلا يلا. تصوريش انا الذي سعيدة بيه يا عزة. بس يا عمرو انا خايفة قوي. خايفة من ايه؟ كل الناس عمالة تبص لي، حاسة زي ما اكون في امتحان. ونجحت فيه بامتياز مع مرتبة الشرف. ثم انت همك ايه من الناس؟ مش كفاني بحبك؟ حلو قوي خطيبة عمرو، محدش قال حاجة. بس العيلة بردك فيها بنات حلوين. على فكرة بيقولوا انك بتشتغل رقاص. استغفر الله العظيم، انت مش ملاحظ ان مراد بيه ما جاش الحفل الليلة؟ 100% هو مش موافق على الجواز. خطبتي عزة، عمي له مراد. أهلا وسهلا. ما أنت عزة؟ أيوة. سيبنا لوحدنا شوية. تمام يا فندم.
على اذنك يا عزه. ما انا راجع لك على طول. سيبنا شويه. حاضر. تعال انا عايزك. تعرف اني سيادتك نشفت دمي لمده ربع ساعه؟ انا؟ ايوه. ازاي؟ يوم عمرو جالك في المكتب عشان يستأذنك ان احنا نتجوز. انت كنت معاه؟ ده انا قعدت مستنيه في التاكسي ربع ساعه. يبقى احمد ربنا اني ما شفتكيش يومين. ليه؟ لانه كنت هرفض رفض بات انه يتجوزك. كنت هترفض؟ طبعا، لانه كنت هخطفك منه واتجوزك انا. طب وعمرو هنعمل فيه ايه؟ هي دي المشكله. اسمعي، تعالى ما اعرفك ببقيه العيله. موافق على الجوازه دي؟ ها؟ تعالي بقى نستريح شويه لحسن انا تعبت قوي. انا متشكره قوي يا فندم. على ايه؟ انا عارفه اللي خرجت بيه قدام مضوي. ليه؟ عشان تثبت لهم انك موافق على الجوازه. انت ذكيه قوي يا عزه. ده بجانب انك جميله قوي. دي شهاده اعتز بيها قوي يا فندم. تعرفي؟ افندم انا ما وافقتش الا لما تاكدت ان حب عمرو ليكي كبير قوي. بس يا ترى انت بتحبيه زي ما بيحبك؟ شوفي يا عزه، انا كل اللي يهمني الاخلاق. احنا عيله محافظه، وعمرو اختارك، وانا واثق انه لما يختار هيختار البنت الشريفه الطاهره، وانا شايف قدامي انسانه فيها كل الصفات دي. ياود بيه مستنيكي على نار في الصاله، ومحفظته عمرانه بنكنود من اللي قلبك يحبه. انا مش هنزل الصاله. هدي اللعب مار، لازمته ايه الكلام ده بقى؟ انت اقذر مخلوق شفته في حياتي. ده لولا انا كان زمانك مرميه وسط كلاب الحواري. ما تدهيني بايدك حد. اتفضل. ايه انت لسه ما نمتيش يا عزه؟ اصلي مش جايلي نوم. طب ممكن اقعد ادردش معاكي شويه؟ اتفضلي. تشكرا. متشكرة يا بنتي. والله يا عزة أنا مش عارفة أبتدي إزاي، لكن في حاجات في قلبي ولازم أصرحك بيها. شوفي يا بنتي، كل إنسان معرض للخطأ، لكن العيب إنه يتمادى في خطأه وما يعترفش بيه. يا هانم أرجوكي خلينا أكمل كلامي. أنا بعد المقابلة الجافة اللي قابلتيني بيها في البنسيون خرجت من عندك وأنا مصممة إنك يستحيل تكوني زوجة لابني. سامحيني، سامحيني يا بنتي. كل أم بتفضل لابنها بنت من العيلة، لها مركزها ومكانتها في المجتمع. وأنا معرفش عنك أي حاجة غير اللي حكاه لي عمرو، وحكم المحب غير حكم الأم اللي كل همها إنها تسعد ابنها بزوجة تشرفه وتشرف الأسرة. فكل اللي أرجوه منك يا بنتي إنك تقدري المسؤولية والاسم اللي هتحمليه، وأنا واثقة إنك هتشرفينا كلنا. ألف مبروك وربنا يسعدكم. تصبحي على خير. تصبحي.
تصبح على خير. مش قادر انام، عايز اعيش في السعاده دي طول عمري. وحشاني يا عزه، وحشاني قوي. حاسس اني عمري ما هشبع منك ابدا. هنفضل مع بعض على طول، عمري ما هسيبك ابدا. هنعيش اجمل ايام عمرنا، هنملاها حب وضحك وسعاده. كفايه كفايه يا عمرو، كفايه. مالك يا عزه؟ في ايه؟ انا مش عايزه اللي كنت تعرفها. انا حاولت قبل كده، حاولت قبل كده اصرحك بالحقيقه، لكن شجعتي اللي خانتني. كان نفسي ما اصحاش من الحلم الجميل اللي عشته معاك، كان نفسي اعيش معاك طول عمري. لكن مش انا، مش انا اللي احمل اسمك ولا اسم عيلتك. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا عزة؟ لازم تعرف كل حاجه. انت بعد ما سبتني الدنيا غدرت بيا، اتقفلت كل الابواب في وشي، اتمرمطت كتير قوي عشان اقدر اعيش. قصدك ايه يا عزة؟ انت فاهم قصدي كويس. حاولت اهرب من الماضي، لكن ههرب من نفسي ازاي؟ انا ما ينفعكش يا عمرو. انت انبل انسان قابلته في حياتي، طيب وحنين وعظيم. انت الانسان الوحيد اللي حبيته، وعشان كده لازم اكتفي من حياتك، لازم اكتفي بالحياه كلها. ولا بحب ولا حبيبي. شوف يا عزة، أنا كل اللي يهمني الأخلاق. إحنا عيلة محافظة، وعمرو اختارك، وأنا واثق إنه لما يختار هيختار البنت الشريفة الطاهرة. سامحيني، سامحيني يا بنتي. كل أم بتفضل لابنها بنت من العيلة، لها مركزها ومكانتها. صدقيني انا محتاج لك، انا بحبك يا عزه، بحبك. حسبي يا عزه. كان لازم اشوفك عشان افتكرك. ويا ترى دلوقتي ارواح حبيبتي؟ عمري ما هنساكي.